كيف أستخدم بطاقتي الائتمانية بدون ما أدفع فوائد؟ بسدد رصيد بطاقتي خلال فترة السماح، وهي الفترة اللي ما بينحسب فيها فائدة على مشترياتي. استفسر من بنكك عن فترة السماح الخاصة ببطاقتك وادفع رصيد بطاقتك خلال هاي الفترة، هيك تقدر تصرف في استخدام بطاقتك بدون ما تحسب على حالك فوائد. لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعة ما هو جديد، ويمكنكم أيضاً مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم.